السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. لو مرة تتابعني أتمنى تعمل اشتراك في القناة، لو بتتابعني باستمرار أتمنى تعمل لايك على الفيديو ده، وأكيد بشكرك شكرا جزيلا على متابعتك ليه. الحقيقة يا جماعة خبر متوقع لحفظ هيبة المغرب، وخبر متوقع مع كبرياء المغرب، وخبر متوقع لأفكار المغرب اللي احنا فاهمينها. ايه كل المقدمة دي يا عم اسلام؟ احنا عارفين يا جماعة من الأول إن المغرب حطت شرط، وانا قلت لكم الكلام دوت من يمكن اسبوع او اتنين مستمرين فيه. الجزائر والاتحاد الافريقي وافق على هذه الشروط، المغرب هتشارك. ما وافقوش هيقول لك شكرا ويلم شنطه ويقول لك سلام عليكم. ده اللي احنا قلناه، وقلنا من حق الجزائر تحط شروط ومن حق المغرب توافق او ترفض. المغرب قدمت طلب للاتحاد الافريقي تطلب فتح المجال الجوي والوصول مباشره للمدينه اللي هيلعبوا فيها الماتشات. حلو كده؟ حلو. الاتحاد الافريقي ما ردش. تاني، الاتحاد الافريقي ما ردش، وطلع بيان الناحيه التانيه من الجزائر ومن مسؤول الجزائر يقول لك احنا مش هنفتح مجال جوي، واللي عايز يجي باي طريقه هو عايزها، يخش بقى عن طريق تونس، يخش عن طريق كذا. في رفض مباشر وواضح وصريح للطلب المغربي، يعني اذا رد فعل سلبي من الجانب الجزائري. والناحيه التانيه الكاف ما ردش، فالمغرب فهمت ان خلاص يبقى الوضع على ما هو عليه. وعشان المغرب مش مع نظرية يبقى الوضع على ما هو عليه، وان دي مشاركة في الطولة، الموضوع لا يتعدى اكتر من كده، فقال لك خلاص الاتحاد الافريقي مكسوف، خليك مكسوف ومش عارف ترد، خليك مش عارف ترد. والناحية التانية الجزائر شرطة ان المغرب تخش لفة، اللفة اللي هي عايزاها تلفها دي، الموضوع بسيط جدا، احنا مش هنشارك، احنا مش هنشارك. وقررت المغرب عن طريق فوزي لقشع بعد اجتماع ان هم يطلعوا ببيان، والبيان دوت فيه فاكس الاول، فاكس اخير للاتحاد الافريقي يتقال له احنا قدمنا طلب للاتحاد الافريقي، اللي هم يعني الاتحاد المغربي هيعمل كده ويبعت فاكس اللي هو يشيل ايده ويقول انا عملت اللي عليا، عشان الاتحاد الافريقي ما يتلككش ويوقع غرامه على الاتحاد المغربي او جماعه الملكيه. هيتقال ايه بقى؟ انا بعت لكم فاكس طلبت فيه شروط معينه، الشروط ديت انتوا ما ردتوش عليا فيها، فاذا سلام عليكم، وعليكم السلام. وكده يبقى بمنتهى المعلمه الاتحاد المغربي طلع نفسه بره القصه ورمى الكوره في عيب الاتحاد الافريقي ان هو اتاخر في الرد على الاتحاد المغربي، فاذا الاتحاد المغربي هياخد اكشن لان خلاص البطوله على الابواب والفرق بدات توصل للجزائر، وعملنا فيديو امبارح اتكلمنا على وصول المنتخب السنغالي، فاذا الدنيا بدات تتحرك. طيب هل واحد بقى يقول لك هل المغرب هتتعرض لعقوبات؟ انا عايز اقول لك ان الجمهور المغربي مش فارق معاه حتى كمان يتعرضوا لعقوبات ولا لا. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، اغلب الجمهور المغربي واغلب حتى المتابعين والناس هتشوف الكلام ده في التعليقات، كله يجي يقول لك حفظ الهيبه لمنتخبنا المشارك في البطوله، لا يفرق معانا بقى توقيع عقوبه على المنتخب المحليين، ولا ان احنا ما نلعبش ولا الكلام ده، ولكن احنا بنحافظ على هيبه اولادنا، بنحافظ على هيبه اولادنا، خصوصا ان الاتحاد الافريقي من وجهه نظر الجمهور المغربي وده كلام مظبوط برضو ما حماش لاعبي منتخب الشباب للمغرب تحت 17 سنه بعد اللي حصل في المباراه الاخيره في كاس العرب تحت 17 سنه والازمه الكبيره اللي حصلت لهم، فهو يعني مش واثقين قوي في التنظيم ولا واثقين قوي في حمايه الاتحاد الافريقي، فهو عايز يامن اولاده، مش عايز يجيبها اللفه دي ولا عايز يرهقهم، وعايز يحفظ هيبتهم وهيبه كل مغربي، وده من حق كل شخص زي ما قلت لكم يدور على الصالح الشخصي ليه. انتوا قولوا وانا من حق ارفض او اوافق، هكذا دائما تعرض المواقف. فاذا لحد هذه اللحظه فاكس رسمي وصل من المملكه المغربيه ومن الجامعه الملكيه لكره القدم في المغرب الى الاتحاد الافريقي يتقال له اني خيرتك فاختاري ما بين الاعتذار او المشاركه. فاذا القرار في ايد الاتحاد الافريقي دلوقتي، لو ما ردش ايضا فاذا رسميا المملكه المغربيه تعلن انسحابها من الشان الجزائر 2023. تحياتي لكم اسلام علوي، عايز رايكم في التعليقات، هل انت مع القرار وشايف ان القرار سليم ولا تعترض فيه؟ اشوفكم على خير، سلام عليكم.